السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير على اجمل هوانم. النهارده هناخد غرزه جديده، هناخد غرزه النصف عمود هاف دبل كولوشي. دلوقتي هنبدا على طول، هنعمل عقده البدايه. نصغر على قد شغلنا، نبدا ندخل الابره ونظبطها على الغرزه. النهارده انا شغاله بخيط مهير، حبيت اغير لكم في اشكال الخيوط بس شويه. هنشتغل مع بعض 9 سلسله. وبعدين بقى نبدا في النص عمود. النص عمود ارتفاعه سلسلتين. بصوا احنا شغالين 9، دول 9 سلاسل عديتهم معاكم. نبدا بقى نشتغل غرزتين ارتفاع، ارتفاع النص عمود غرزتين، يبقى احنا دول زياده عن 9. تمام، نرجع بقى للغرزه 9 وناخد لفه. يبقى في النص عمود بناخد لفه على الابره بالشكل ده، وندخل في اول غرزه، اول غرزة بعد الغرزتين الارتفاع، ونبدأ نسحب الثلاث غرز مرة واحدة. ثلاث غرز اللي على الابرة نسحبهم مرة واحدة بالشكل ده. نيجي تاني بقى ندخل في غرزة اللي بعدها، معنا ثلاثة على الابرة، هما خدنا لفة ودخلنا، خدنا الثلاث غرز، نسحب الثلاث غرز مع بعض، ناخد لفة، ندخل في غرزة اللي بعدها، نسحب ثلاث غرز مع بعض. تمام كده، هنسحب الثلاث غرز مع بعض. ناخد لفة. بصوا لازم يكون الخيط متحرك معايا بشكل جيد، وما نضيقش على نفسنا الشغل عشان خاطر ما يتعبناش واحنا بنشتغل، خاصة ان احنا لسه بنتعلم جديد. هناخد لفة وندخل في الغرزة اللي عليها الدور، ناخد لفة ونطلع، ناخد الثلاث غرز معنا نسحبهم. تمام كده، اللي بعدها ناخد لفة ندخل في ثلاث غرز مع بعض، غرز الحشو غرز نص عمود من افضل الغرز اللي الناس بتشتغل بيها. لما نحب نشتغل غرزة تقيلة ومحملة بنشتغل نص عمود، عشان زي ما شايفين بيكون لها ارتفاع مش كبير، 2 سلسلة، وبتكون غرزة سميكة يعني مش زي غرزة الحشو، بتكون خفيفة وفي نفس الوقت ما بتبقاش طويلة بالقدر اللي احنا مش عايزينه زي غرزة العمود بلفة يعني. دلوقتي هناخد اخر غرزة، خلصنا كده العمود بتاعنا. دلوقتي هنرتفع غرزتين، قلنا دايما نرتفع سلسلتين، هنرتفع في كل مره سلسلتين، نص عمود طوله سلسلتين، فاحنا بنرتفع سلسلتين. تمام، بنخش على طول في اول غرزه. اول غرزه بتقابلنا هي اول غرزه احنا اشتغلنا عليها. تمام، هندخل جواها، خدنا لفة وهندخل في اول غرزة ونسحب، ونسحب الثلاثة مع بعض. ناخد لفة
ونسحب التلاتة مع بعض. هناخد لفة وندخل جوه الغرزة ونسحب التلاتة مع بعض. كمان مرة ناخد لفة ندخل جوه الغرزة ونسحب التلاتة مع بعض. ناخد لفة وندخل جوه الغرزة ونسحب التلاتة مع بعض. ناخد لفة. بصوا احنا بندخل جوه حرف، انا عايزة اوريكم، بس احنا بندخل جوه حرف الفيل احنا شايفينه هنا في وسط السنبلة. ناخد ندخل ناخد لفة ونطلع وناخد الغرزة كلها على بعضها. كمان مرة ناخد لفة ندخل جوه الغرزة وناخد لفة ونطلع بتلات سلاسل على تلات غرز على الإبرة ونسحبهم مرة واحدة. تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. خلي بالكوا احنا مش بنحسب السلسلة، فهنا هتلاقي الغرز معانا لو حسبناها بالسلسلة هيبقوا عشرة. هنخش في آخر غرزة عندنا هي مش هتدخل يعني. تمام كده خدنا سحبنا اخر غرزة معانا. نطلع سلسلتين نلف الشغل، يبقى خدنا ارتفاع سلسلتين ونلف الشغل. عندنا كل مرة هنلاقي معانا تسع غرز غير التلات سلاسل الارتفاع، اي سلسلتين الارتفاع. تمام هنبدأ بقى من تاني. هنخش في اول غرزة، اول غرزة قبلتنا اهي، ايوه بالظبط كده، ونسحب التلاتة مع بعض. ناخد لفة ندخل في اول غرزة ونسحب الاتنين مع بعض، التلاتة مع بعض. ناخد لفة ندخل في الغرزة وبنسحب التلاتة مع بعض. ناخد لفة ندخل في الغرزة اللي بعدها. انا بحاول اعدكم وازيد عشان اوريكم العملية سهلة جدا وبسيطة جدا، بس محتاجة نتعود ان احنا نتحكم في الابرة اكتر شوية. وطبعا كل يوم كل ما بتشتغلي اكتر كل ما بتحكمي اكتر، كل ما بتطلعي الغرزة شكلها احسن، وكل ما شغلك بيبقى مظبوط اكتر يعني. وكل ما احنا بنتعلم لازم نفك ونشتغل غلط وما تعجبناش الغرزة دي ونفلت غرزة نفك ونرجع نشتغلها تاني. وعيني دايما هي المقياس، شغلي صح ولا غلط انا بشوف بعيني. الغرزة اللي بيبقى شكلها مش مظبوط بتبقى غلط. تمام نعمل غرزتين ارتفاع. ندخل بقى في اول غرزة ونسحب التلاتة مع بعض. ناخد لفة ندخل في اول غرزة نسحب الاتنين مع بعض. ناخد لفة ندخل في اول غرزة ونسحب الاتنين مع بعض. بكده احنا نكون خلصنا عين الشغل بتاعتنا النهاردة، وده شكل غرزة النص عمود. هوريها لكم في الباترون. هي عبارة عن حرف، اختصارها حرف تي، واختصارها في الباترون الانجليش زي ما انتم شايفين كده اتش دي سي، معناها هاف دبل كروشيه. ده شكلها. وان شاء الله كده احنا نكون خلصنا غرزتنا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.